أعلن صندوق العمل تمكين بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة عن إطلاق برنامج تمكين لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جرى تنظيمه في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع بحضور سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وسعادة الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. وأوضحت الأنصاري خلال المؤتمر الصحفي أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للمرأة وتمكين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في دعم حضور المرأة البحرينية في سوق العمل وفي مجالات ريادة الأعمال والقطاع الخاص والحراك الاقتصادي بشكل عام، مؤكدة حرص المجلس على تطوير هذا التعاون بما يواكب تطور احتياجات ومتطلبات سوق العمل ويوافق البرامج الوطنية العاملة على دعم توظيف البحرينيين. وقدمت الأنصاري خلال المؤتمر الصحفي عرضا أوضحت فيه منطلقات المجلس الأعلى للمرأة في تقديم مبادرات نوعية تخص المرأة في سوق العمل وإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو من خلال الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022. من جانبه أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي دعم تمكين الدائم لتوجهات المجلس الأعلى للمرأة من أجل دعم تقدم المرأة اقتصاديا وتعزيز حضورها في مختلف مسارات التنمية الوطنية، مشيدا بمخرجات برامج المجلس ذات الصلة. البرنامج قد لا يأتي بجديد أو مختلف، وإنما هو محاولة لتجميع كل ما يقدم للمرأة البحرينية تحت مظلة واحدة، لأن ما يقدم للمرأة البحرينية في هذا المجال على وجه التحديد مبادرات، خدمات، برامج لتنمية قدرات، حلول مالية أو حلول تمويلية، شهادات احترافية، بالإضافة إلى المشاريع الضخمة اللي يتم التعاون مع تمكين عليها. على سبيل المثال مركز ريادات ومحفظة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون دينار بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية وتمكين، فهي كانت محاولة تجميع لكل ما يتم تقديمه للمرأة البحرينية، بالإضافة إلى بعض الإضافات اللي سبق وأعلننا عنها اللي هو برنامج وطني للمربية الوطنية وبرنامج خاص للمتقاعدات تحت مظلة برنامج التقاعد الاختياري. تمكين قدم حزمة من البرامج لدعم المرأة في القطاع الخاص، سواء على مستوى الموظفات في القطاع الخاص أو في ريادة الأعمال. احنا اليوم نقدم يمكن فرص متكافئة لجميع المشاركين في ريادة الأعمال، فاحنا خصصنا محفظة خاصة لدعم رائدات الأعمال، وهذا بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية.